أسلم أسلم وينك لبس عليه؟ الحمد لله. أنت لبس عليك ولا؟ الحمد لله يا أسلم. الشعب التونسي كل تزير المغرب العالم كامل. العالم كامل سلم عليك. شنو عملت في السنتر بي؟ أنا سي لو دي مي تي سي لو تسقسو التوانسة. أعطيك سؤال. سيبونا خلينا نعيشوا وندو نحوس هكاك. تو فما جي سي سي. الجي سي سي هذا مشيت له ولا؟ مشيت له بقاليكا في نص نهار هم عيطوا علي داخل يسالوا قازوزة وعجبتنا وكذا هكا. شكون اللي عيط؟ عيطوا لي ما عرفتهمش. قابلت الاخر. شكون اللي قابلته بقاله اللي صورته معي؟ عبوده هاي عبوده مقاتل متاع ضحك اكثر منك نوي كعبتين وجو نبي. تفرجت في الافلام التونسيه؟ هاي اعطيني فيلم تفرجت فيه. هذا نحكي لك تو الافلام الجدد. لا ما تفرجتش. باش تتفرج؟ مشني باش نتفرج. علاش ماكش باش تتفرج؟ خاطر نفس المواضيع. شنو هي نفس المواضيع؟ نفس المواضيع اللي عايشينها اي شيء. الشباب كلها عايشتها والعباد كلها نفس المواضيع. يجيبوش حاجه جديده. تو عيطوا لك الفيلم ولا؟ انا سمعت من بكري قاعده في وين عاملين الكونفرنس وكل سمعت اسمك تجبد باش يعيطوا لك في فيلم. انت تقولي انا ما سمعتش. انا هاني عطيتك سكوب. اوكي كان عيطوا لك تو باش تمشي ولا؟ كان عيطوا لك قالوا لك اجا مثل باش تمشي ولا؟ لازم نفهم وقديش مربوحي وكذا لله اجا مثل سيء. الناس الكل تبدا من الصفر من الاول. كيفاش نبدا بالصفر نضيع حياتي معايا من كيك ومن بعد نمشي نحل الحماص كالممثلين القدوم يعني كيات. كان جت برزان قابلتني التلفزه عادي فهمتها هاني انت التلفزه هما قالوا لي ضحكت التوينسه باللي ضحكتهم لحظه ضحكتكم ولا لا؟ هي قالوا لي باش تمشي للراس. حاجتي انا يا نمشي للراس يا خرجوني من البليد. ما حاجتيش لا فيلم لا حد شيء. علاش ما حاجتكش بالافلام؟ علاش تنجم تعمل لك مستقبل؟ قلت لي تخدم بليش. ليه قلت لك تبدا من الاول بالصفر عادي تنجم تقبل الدور الاولاني يعني مش بالصفر بس يعني تاخذ فيه كاشي عادي نورمال خاطر الدور الاولاني لا من على ربي فما فلوس ليه 15000 ولا نبيع يا طول الحمد لله تعيشني انا واربعه معايا اخرين هي 15000 تيكا بشوية يبدا الكاشي نتاعك يمشي ويطلع يوصل في الست مثال عمري 60 قديش يوصل انت ولاد وعلي تعملهم انت قداش من دور باش تمثل باش يوصل قولوا زيد باش يزيد 2000 اي ومن بعد قداش باش تولي عادي 17000 حكايه في يزيدك 2000 باش تدفع فلوس باش تمثل في قناة الحوار ولا قناة التياس حتدفع فلوس لازمك تدفع فلوس في هما يجيبوا فيها ممثلين تعرف تمثل ولا حكاية ما يدفعوا عليها الفلوس ويحضروا لها كل شيء ويعطوها هي وانت ما تحبش تدفع فلوس تمشي تمثل عندك ما فلوس من مش يشيلوا من الناس وش مشينيني ماك انت كي تمشي باش تمثل يولي عندك برشا فلوس صح اليوم تدفع شويه فلوس انا بقنعيني انا في جرتهم وحكايات وواحد فيها باش ندفع الفلوس باش ربي كان عندي 4 مليون راني حرقت بيهم باش نعطيهم نال سيامي تو ذاك ليام شكون سيم دخلوا له الفلوس وزد نعطيه الفلوس يا والله اسمعني جازوزه اسمعني ركز معي باه كاين نفترضوا مشيت سي وليت باش تمثل شنو الادوار اللي ما تقبلهاش؟ تقبل دور اغراء علاش اوكي هو جينا بابا دورت في التلفزه قال لي كيفاش خلي نمثل ادوار اخرى نخرجش بالحق ولا يبعثوني للراس ما تقبلش دور اغراء؟ لا تجيك تجي مثلا يحطوك انت راجل عرفت لبس عليك وعندك برشا بنات هكا بحذاك وبنات وكل هذي باش تمثل الدور هذا عندك بنات معاك وعندك فلوس و هذيك تبع الشيخ انا شكون تبع الشيخ
تقبل الدورة هذيك عادي، هذيك حياتك اليومية أنت حر فيها، فهمتها؟ لا هذي في المسلسل ولا في الفيلم. عادي عادي الممثل عادي. وكش يقول لك؟ عادي ما يقول لي شيء. خليه يتفرج فيك. أعطيني الحرية تيام. أعطيني الحرية تيام. يخليك. خليك. إي تفضل واسل 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 كيفاه؟ إي والله. لا اسمع بعبيع وسيد عمر هذي خليها من بعد عليه صيحني نحب نطيح نحب نطيح بيه الدادي هذي حاجة أخرى هذي به أنت توا حسب ما كنت نسمع منك اللي علاقتك فسدت مع صاحبتك هي ما يسيبك خطيبتك كتبوا عليها متكيفة أقوى السيرة وهي جد عليها معناها أمورها عاد هذيك هي وراسها أنت ما تعرفك أنت شنو أمورها عاد هي سمعت واسمع لها العالم الكامل سمع فيش ركز معي هم سمعوا اللي نامت كيف أقوى سنة ربي معي يا خاتي أنا نامت كيف مشني متكيف أنت قراها بالتحب نو عندي حر العبيد تسأل يقولوا شنو سر الضحكة هذي اللي عندي كيفاش انت قادر تضحك العبيد اللي تحبوني نخم بخم وي يا سيدي طلعوا انقبوا قامرة خلفة مشي عدوا شوي ضحك عدوا الحكاية بالضحك اخدموا وضحكوا وياه هالربي تحبني هي علاش انا هالربي نتبع الاحزاب ونتبع السياسه ونتبع هاك الحاجات اللي منعك باش ما تتبع تفزدك السياسه والدوله والاقتصاد وياه خليني عايش حياتي قلت لي انت تو ما لقيت بعد الفيديو هذاك ما لقيت حتى حد وقف معاك علاش باش يقف معايا عندي اصحابي من قدام قالوا من المرسى ومن الواحد حما كريم وميلك وواحد في قطر قال لي نبعث ليك فلوس اما اصحابي قدام فهمتها اما انا ما حش بحد باش يعاوني نطلبت 700 الف الواحد معيق فهمتها عبطريه ما عطوهيش خلي باش يعطوني انا ما عطوش لذاك عبطريه خلي باش يعطوني انا بعد الشهرة هذه الكل اللي اكتسبتها في الشارع اللي شوفك شنو يعيط لك ها هو حليت يجي صور ستوري يجي كذا يجي كذا فما لغة تحوم تقرا فيها بلغة نام ضحك في العباد معناتها لا فما كعبيت يحسوها فهمتها يضحكوا علي ولا ربي معاك امورك اي هكا هو دونك العباد هذوما اللي يحبوك علاش زعما حبوك علاش على خاطر ما نكذبش نقول في الحقيقة نفرش باش تفرش جيب من الاخر يجي قدام المرايات تظل عامل هكا ويخزر الروح في عبيس اسمعني جزوز انا حاب نسالك سؤال ما سالوه لك حتى حد علاش عيطوا لك جزوز خاطر تعاركتنا وياه ضربته بجزوز ضربت شكون ضربت واحد بجزوز لحظة ضربت واحد بالجزوز اش صار له؟ الساعة باش نشكي بالجزوز باش نشكي بيكم انت شنو هي الشهرة نتاعك؟ عكيب لا في الجزوز في الجزوز احكي لي حكاية الجزوز عكيب جزوز عكيب جزوز اغزر لي ركز معايا شنو هي عيطوا لك الشهرة نتاعك جزوزة؟ أنا تو نعرف الجزوزة ما نعرف حتى شيء علاش يعيطوا لك جزوز؟ خاطر تعركتنا وياه ضربته بجازوز ايامات قبل نتاع ليسي قديم شو صار له كي ضربته بجازوز؟ هيك هي تعركتنا وياه مشيت للمركز تفضل تصبر اخي علاش قاعد يعيط لك جازوز؟ يقول هو قاعد يعيط لك ماما مجموعه معاها بقت كلها تعيط جازوز هذيك هو لسه وقبلته وانت وين المشكل؟ ما فهمش حتى قداش عملت من عركه في حيط؟ ما عملتش عملت عركه هذي وعركه اخرى وهي عركه ديما نخرج بها بتكتيك نتاع مخي نخرج منها هاي علاش نوحل في روح هاي انت منين من بلاصه الله يعفو من قلت لكم قبل ما قلت ليش انا ما نقولش على الدام ما نعطيش بحث هذيك داري وعيلتي وياهن ذيك خليها لتيلي المنطقه اللي انت منها يعرفوك الكل يعرفوني الكل ويعرفوني كذا وجو ابيه والقاريتو تحيه للقاريتو سيبوا لنا القاريتو يرحموا بيكم والقاريطه راني نشيخوا فيها. ويحبوك الناس غاديكا؟ هي يحبوني. يموتوا عليا. دونك انت توا كان باش تخرج، انت قلت نحب نحرق ولا باش تقعد في تونس؟ اي انا نحب نمشي. تحب تمشي؟ توا عرفت التوانسه والتوانسه عرفوني، نحب نمشي نشوف بلاصه اخرى نتعرف فيها. قد روحي في بلاصه اخرى. وين تحب تمشي؟
اي بلاصه في اوروبا. تحبي تبثين النيجيريا؟ مرحبا بك. كي باش تمشي، كي باش تخرج، ركز معايا، كي باش تخرج لاي بلاصه في اوروبا ولا اي بلاصه في الدنيا دي، شنو باش تعمل؟ ايش باش نعمل؟ باش نسرع نبدا من الصفر وتك تك، وغادي تقد روحك هنا في تونس ما تقدش روحك. كي قلت لك ابدا من الصفر لهنا في الافلام، قلت لي ليه الفليم 15000 تو ذاك ليه؟ شي ما شي 15000 انت تحكي لي على انت تمشي تخدمي معايا انت ب 15000 وين؟ هاي تونيزك وشي ما كتدبرك خدمي 15000 هاي فك عليك من التلفزه وناصبه وبيس بليش وجه اصور بيس بليش انت خلت بيني وبين الوريد بس كله نصب كمل لي هاي انت تو شنو تحب؟ شنو 15000 ونا نخلص في الافلام ب 15000 30000 تصرفنا وجاونا به ونعرسوا ببعض. عن سنوي هي انت قديش قديش انت في النهار؟ ما قلتي 15000 الفيلم ونا وانت 15 وجاوكني. اسمعني كزوزه، حبك تعطي كلمه تعطي نصيحه للتوانسه. شني حتى التوانسه شني الحاجه تحبك تعطيها للتوانسه؟ علاش يخموا لي التوانسه؟ شني يخموا لي في نفس التخميم ديما، يوم تغدو يوم تغدو ما ثم شيء. شباب كل تخمم في غدو هو نفسه لا ما تتعاود. ايش باش ننسى؟ اسمعني انت متفائل يا حليت؟ علاش باش نتفائل؟ ما نعرفش، يمكن تنجي ما صعيبه ياس في تونس باش تتقدم القديم صعيبة ياس. تتفائل ولا متفائل ولا ترى في الخير القديم ولا وين ترى فيه؟ جا ربي الشواطين كي غير خارجت وكي غير جا عم قايس، ورد بالك على روحك المرة ذي جيتك بيها، المرة جي ما تدريش عليها وين جي، راهي العباد كلها نوصوك أي رئيس، ورد بالك تجيك بيه المرة جاية ما تدريش عليها وين جيك، هكا وسيس روحك أنت تو قد روحك شوي شوي، مش ندريين عليك وخلتي بعدنك الشواطين الاخر. شكون من الشواطين؟ حزب شمي شيطان، عقاد داخل في حزب برشا عبيد، فهمت؟ حزب معناتها فيه برشا نواب، فيه برشا عبيد، برشا عبيد باش تلقي فيه ياسر شواطين، معناتها هو بيدو الحزب شيطان، فك علينا يحكمنا واحد برك قايس يزي ولا غيره يزي. كي كتولي ديكتاتورية راه. هي ديكتاتورية خير، هي اللي عجبتك الحرية. اسمع اسمع. اخزر اخزر. قلت لي الديكتاتورية باهي. نخليو تو السياسة على جنب. تو تونس أنت كي تغزر لها. شنو هو الحاجات اللي تحسها تنجم تصلح؟ ما فيهاش ما يتصلح. يا ربي بلاد نفسها باش تقعد نفس الحكاية. نفسها طرف صرف يطيحوا يا رجعوا يطيحوا هذا كانوا نسلفوا من شوي من شوي من شوي وهذيك هي هي كيفاش باش تتأم؟ كيفاش باش تتصلح؟ اعطيني انت هكا قاريه صحافه واحد واعطيني كيفاش باش تتصلح؟ ترى نحب رايك انت. ما تتصلحش ما تتصلحش. انت عندك معناها ثقه كي باش تمشي تخرج لبرا تحس روحك غادي كخير تكون خير من اللي تقعد لنا روحك خاطر غادي يخلصوك بالبيه كل شيء بالبيه كذا هنا شكون ترجع تجيب فلوس لتونس حسن لا نرجع حد كي نرجع حراك اسمعني اسمعني معناها انت تمشي 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 لايطاليا وكي ترجع لهنا شنو تعمل في تونس؟ اي كيفاه؟ كي باش تمشي لايطاليا وتروح لهنا شنو مثلا الحاجه في مخك تحب تعمل؟ شنو باش نعمل؟ باش نعمل للبر، فما توانسه تعيش البرة واحد شنو باش تقول لهم التوانسه اللي يعيشوا برا؟ نقدم لهم تحيه اي تونسي يعيش البر حتى لهنا قد روحك تولي كيف؟ هكا هو يعطيك الصحة عايشك عايشك.